شرفهم يا احمد زين عطي واحد البلان اللي طرا لي الصراحه اللي خايف عليه بزاف هذا البلان هذا المهم انا كنشتغل الوجهه ديالنا ان شاء الله حتى هي انسوان ان شاء الله غادي نشوف غادي نبارطاجي معكم علاش حيت الصراحه انسوان ما عمر ما يمشي فيها داكشي علاش قررنا ان غدا ان شاء الله غادي نمشي ليها ولكن البلان اللي طرا لي اليوم حتى غلطت شنو هو صراحه كنت معود انني نبات عند واحد الصديق ديالي هنايا باش غدا تكون الوجهه ديالي قريبه بلا ما نمشي حتى لاكادير ونبات فيها عاد باش ديك الساعه نطلع لانسوان لا قررنا نبات في تغازل ولكن البلان اللي طرا لي شنو هو يعني جيت لتغازل مشيت لاغروت بلوكيت فيها رجعت لتغازل المهم تعالجنا تصوني على الدري باش نباتو عنده كيقطع عليا التليفون مي هاني هادي غادي لينا العقل الحمد لله قال لك اللي مرضي الوالدين عمر ربي يخيف تصوروا معايا كنت كنقلب على شي بلاصه نبات فيها مشيت لوفير لقيت واحد لوفير الصراحه اللي واعر واعر وغنبارطاجي معاكم وحتى الثمن رخيص رخيص بزاف الناس اللي جات تغازل الناس اللي غادي يجيو تغازل ماشي جاو تغازل الناس اللي غايجيو تغازل غنبارطاجي معاكم واحد لوفير الصراحه اللي واعر وحتى البخي ديالو واعر غادي نباتو فيه ان شاء الله اليوم في الليل وغادي ان شاء الله نشد الوجهه ديالنا غدا الامس وانا غادي نوضو بكري وغادي نشد الوجهه ديالنا الامس وانا مي ضروري غنبارطاجي معكم باش حتى الا جيتو ما يوقعش لكم البلان اللي وقع ليا حتى انايا المهم تحيه لكم وشكرا للعشير اللي كنا كنصونو عليه وكيقطع علينا مي الحمد لله راه مرضيين الوالدين وعمر ربي خيبنا علاش حيت الدعوات ديال الوالدين ديالنا معانا خليكم معانا الخوت ما تزابطيش الخوت قربنا دابا لوبير الصراحه لوبير جا فواحد البلاصه اللي زوينه زوينه بزاف انا غنوري لكم دابا حتى كيما قلت لكم حتى الثمن ديالو والله الا الثمن اللي واعر واعر بزاف احسن تشدوه هو ما تشدش دار حيت الدار هنا كتقام تقريبا في تغازل الليله الوحده ب 400 درهم حتى 500 درهم الا كان الدار مي هاد لوبير هذا الصراحه والله الا نقعه واعر ونقي فهمتي في بلاكار ديالك فيه داكشي ديالك داكشي غنبارطاجيه معكم باش الناس الا جاوا لتغازل وما عندهم فين يباتوا نوريهم فين يباتوا ها هو خوت لوبرج شوفوا لوبرج كي داير جا قريب ها هو ياك وجا على الشارع قريب ها هو السميه ديالو ها هو بيك بلو ها هو الخوت الله يلا اوبرج واعر شوف الدخله ديالو كي داير لي شومبر كاينين الفوق ضروري غادي نمشي حيت الشومبر ديالي كاين الفوق سته مي غنشكرو السي رضوان هي اول حاجه ها هو السي رضوان المهم الخوت اللي جا تغازلت وما عنده فين يبات راه كيما قلت لك والله العلي العظيم الا اوبر الصراحه زوين وحتى البخي ديالو عند السي رضوان ها السي رضوان كاملكم اللي غيجي تغازلت مثلا يفوت فيها مثلا يومين ثلاث ايام احسن ليه يجي لوبرج علاش حيت الديور كيتقاموا غاليين في تغازلت ياك السي رضوان كيتقاموا غاليين تقريبا 500 درهم الليله حتى 600 درهم مثلا الا كانت عائله تقريبا كتقام حتى 700 درهم الليله اللهم تجي لوبرج الثمن ها هو يا الثمن والله الا الصراحه ثمن رمزي رجوع عند السي رضوان ها هو السي رضوان راه كيرحب بكم تحيه لكم الخوت الصراحه والله الا بلان واعر حتى هنايا البلاصه والله الا واعر انا اللي عجبني عجز عليا داكشي ديال فهمتي بحال هاد البلانات هادو ديال القصب وداكشي ولكن حتى الفوق غتشوفوا بلان واعر وحتى الشومبر نقيقيه وحتى الثمن ديالها الخوت الله يتا نقيقي والله ما ديال طلعه الخوت كاين ريسبسيون تحت عند السي رضوان الخوت الشومبر ديالنا شوف البلان كيفاش داير والله يتا نقي اوبرج يا سلام هاد الشومبر الخوت سته مي هاد الشومبر الخوت شنو هي الميزه اللي فيها هي انها مشتركه دابا كتكري غير هذا اللي كتكري فهمتي عندك الضو ديالك كاين بلاكار ديالك معايا انا واحد الصديق تحيه ليه السي ياسين هنا بلاكار ديالك انا دير حوايجي هنايا ياك كاين الشريجم ديالك الناس الاخرين راه هنايا انا هنايا كدير اللعيبات ديالك هنايا نقيقي عطيه شومبر الله يتنقيقيه وتحيه للاخ رضوان اللي استقبلنا وعطانا كلمه زوينه الصراحه الدوش راه كاينه طواليت قدامك وكاين الدوش وكاين لافابو راه شي حاجه نقيقيه انتوما كاين الدوش ديالك هنا طواليت وكاين واحد الفيو هنا من لتحت واعر بزاف الله سخوت المهم هذه بلاصتي فين غادي نعس الصراحه اوبرج الليله واعر واعر وحتى المثال ديال معرفه الرجال كنز يلا عرفناها الصراحه عرفناها من شحال هادي مي كل فلوب كيبين لينا ديك المعنى ديال معرفه الرجال الكنز تحيه لواحد الاخ سميتو ياسين تعرفنا عليه معايا في الشومبر علاش حيت هاد الشومبر هادي
كتخلص غير البياص، البياص 150 درهم الليله. مي الحمد لله نقيقي داكشي، نقيقي الشارجور ديالك، العالم ديالك هنايا. وتحيه للاخ ياسين من هذا المنبر هذا، تحيه ليه. ودابا غادي نطلعوا الصراحه، كاين واحد البلان اللي واعر غادي نصوروا لكم دابا، واعر واحد الجليسه كاينه الفوق عتي واعر. نعس ليا مع راساتك الا بديت تشمس طلع للفوق. يلا معنا خوت اجي تشوفوا الجليسه كي دايره. ها هي خوت الجليسه واعره، جليسه واعره، الله يتواعر والله. شوف فيوني ما بغيتش نصور لكم، مع كاين شي ناس هنا. يا بلان واعر، واحد الجليسه هنايا ناضيه كتطلع على واحد الفيو الصراحه واعر. تي واحد الفيو هنا الخوت، شوف شوف شوفوا 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 الخوت، شوف الله يتبلان الى واعر. تسناو الخوت الغروب، فهمتي علاش؟ حيت هنا كاين واحد البلان اللي واعر، كاين دابا كاين واحد الجبيله مي الغروب كيطلع هنا واعر. عتي غنصور لكم التايم لابس، التايم لابس غنصور لكم صراحه، غيكون بلان اللي واعر. المهم راه اي حاجه كنبغيها لراسي ولا بغيتها لراسي، شي حاجه اللي غادي تفيدكم نتوما، راه كنبارطاجيها معكم. والله العلي العظيم ما تلقى اوبرج بحال هذا بداك الثمن، بالله العلي العظيم. وتحيه للاخ رضوان من هذا المنبر هذا، كنبغي نشكره بزاف بزاف على الاستضافه ديالو. وخوت هذه ماشي بليبليسيتي، هذا غير واحد داك التعامل باش تعامل معنا السي رضوان، كنقدموا ليه هذا. المهم هذا البلان هذا باش الخوت الى جاو تغازوت ولا شي حاجه ما يوحلوش، ويمشي يضحكوا عليهم يقولوا لهم لا راه 400 درهم حتى 500 درهم اللي لا خوت، راه كاينين اوبرجات اللي رخاص. هذا الاوبرج هذا راه خديته انا ب 150 درهم، راه وريتكم البلاصه، بلان واعر. شنو خاسرين بيتي غير في انتبات، راه كاين وكاين هاد الكليسه والله الا ناضيه ناضيه. المهم خليكم معنا الخوت وما تزابيوش. المهم وبغيت نقول لكم واحد البلان هنا في غادي سالي الفلوق ديال اغرود، صراحه كنت باغي ما نكثرش فيه، مي فجا هاد البلان هذا ماشي مشكل. ان شاء الله غدا غتكون الوجهه ديالنا ام سوان، وتحيه لكم ان شاء الله، وتسنوا الفلوق راه غتكون فيه شي